ينضم إلينا سيدة محمود خوشناوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني معنا من بغداد. أهلا بك سيدة محمود في حصاد التغيير الإخباري. يعني المحكمة الاتحادية أبعدت السيد هوشيار الزيباري مؤقتا وليس بشكل نهائي لحين إكمال القضية المتعلقة به. بالمقابل التيار الصدري لن يحضر الجلسة، وربما الديمقراط الكردستاني كرد فعل على موقف المحكمة الاتحادية قد لا يأتي إلى الجلسة. هل يقلقكم هذا الأمر؟ مساك الله ومشاهديك بكل خير. الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم التوقيتات الدستورية ومؤمن بالنصوص الدستورية ويعمل على تنفيذها. إضافة إلى ذلك، نرى بأن الضمانة في العراق، الضمانة السياسية، الضمانة القانونية، الضمانة القضائية هو المحكمة الاتحادية. نثمن دورها ولا نكون انتقائيين في اختيار الملفات بما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية. كل قرارات المحكمة الاتحادية باتت وملزمة وعلى الجميع تنفيذ هذه القرارات. لربما نعتقد بأن في هذه المرحلة رئاسة الجمهورية باعتبارها ضامن لحماية الدستور وأيضا المحكمة الاتحادية الباتة في القضايا المختلف عليها، كانت هناك سجالات، كانت هناك رؤى متباينة ومختلفة حول القوانين، بدءا بالمادة 70 والنصاب داخل مجلس النواب العراقي. ذهب فخامة رئيس الجمهورية سيد برهم صالح بطلب التفسير حول ذلك، وهذه كانت جزء من مسؤولياته الدستورية. نحن نعتقد بأن تثمين دور القضاء هو أمر مهم جدا، ولا نعتقد بأن القرار الذي يصدر من القضاء سيعرقل التوقيتات الدستورية، على العكس، إنما هي محاولات سياسية لعرقلة التوقيتات الدستورية. أما القضاء هو مكمل لعمل العمل بالتوقيتات الدستورية، هو مكمل لعمل مجلس النواب، هو مكمل للعمل السياسي بما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس مجلس الوزراء وتمرير حكومة قوية نستطيع من خلالها خدمة المواطن العراقي. الخلاف أو الرؤية التي تتقاطع مع الاتحاد هي تلك الرؤية التي تحاول أن تعطل التوقيتات الدستورية. نحن نحترم إرادة وقرار جميع الكتل التي والنواب أيضا الذين يدخلون جلسة النواب أو لا، لكن يجب أن يضعوا في صلب أعينهم بأن العراق ومصلحة العراق يجب أن تكون فوق جميع المصالح الفئوية الحزبية، لربما بعض المصالح الجانبية الإقليمية. نحن نعتقد بأن رئاسة الجمهورية مهمة جدا، لذلك جلسة يوم الغد يجب أن تمرر لأن تبدأ ويكتمل النصاب لتمرير مرشح رئيس الجمهورية. ونعتقد بأن الشخصية التي تمثل العراق لديها مؤهلات كبيرة تستحق أن تكون في هذا المنصب الرفيع في الدولة العراقية، تمثل جميع العراقيين، والسيد برهم صالح. لذلك الجميع يعني ليست مصلحة الاتحاد، نحن نؤمن بالمسار القانوني والقضائي، لكن في نفس الوقت نعتقد بأن حظوظ السيد برهم صالح كانت كبيرة وستبقى كبيرة. هي لا تتعلق بقضية القرار الولائي للمحكمة الاتحادية للسيد هوشيار الزيباري بأنها تقوي موقف السيد برهم صالح، لا، على العكس، حظوظ السيد برهم صالح وحضوره حتى قبل هذا القرار الولائي وقبل وبعد ذلك سيبقى بمستوى واحد، لذلك حظوظه كانت كبيرة وستبقى كبيرة. نعم. طيب سيد محمود، بعد الترحيب بك ثانية، المراقب للعملية السياسية يرى بأنه كل ما اقترب موعد عقد الجلسة كل ما اشتدت الأزمة والخلافات والتعقيدات أكثر فأكثر. يعني ما رأيك، هل تتفق مع من يرى بأنه الانفراجة كما اعتدنا على المشهد في البلاد قد تأتي في اللحظات الأخيرة، خاصة في ظل حديث يعني البعض عن مفاجآت قد تحملها الجلسة يوم الغد؟ يعني صراحة أقولها لأول مرة، ما عدا نواب وممثلي التيار الصدري والمتحدثين عن التيار الصدري في قنوات الإعلامية، ما عداهم أقصد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، الذين كانوا يتكلمون في القنوات الإعلامية ويتحدثون بالنيابة عنهم رفعوا سقف مطالبهم وتكلموا عن الأريحية وتكلموا عن التمرير، وكأنهم كانوا يتحدون إرادة مجلس النواب العراقي ويتحدون المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي. هذا كان خطأ كبير وقعوا في ذلك. نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني أبدا لا نتكلم حتى عن نوابنا بالنيابة، نتكلم عن الاتحاد كحزب. أما نواب الاتحاد فهم لديهم إرادة وطنية وهم لديهم التخويل التام ولديهم الحضور التام بما يتعلق بالمرشحين حتى بسيد برهم صالح. نعم سيد برهم صالح مرشح الاتحاد، لكن نحن يجب أن نحترم إرادة البرلمانيين، نحترم إرادة الكتل التيارات السياسية، نحترم المؤسسة كبرلمان يمثل جميع العراقيين. لذلك لا يجوز أن نتكلم بالنيابة. أعتقد في المرحلة السابقة تكلموا بالنيابة كما أسلفت، هذه الآن اصطدموا بقرار المحكمة الاتحادية، تكلموا عن الأريحية واصطدموا بالأوزان والأرقام الانتخابية، الأوزان السياسية والأرقام الانتخابية، تكلموا بكثير ولكن
لم يحققوا شيء. إذا نعود إلى تصريحاتهم، نعود إلى خطاباتهم وإلى تحدثاتهم، نرى بأن كانوا واثقين جدا بأنهم وتخطوا في بعض حواراتهم المحكمة الاتحادية، وتخطوا في بعض حواراتهم إرادة قادة الكتل، ومن ضمنهم سماحة السيد الصدر الذي نعول دائما على أنه صاحب القلب الطيب وربما لديه رؤى إيجابية مما يتعلق بمشروع الإصلاح. ولا ننسى بأن المسافة بين الإطار والتيار ليست بهذا الحجم. الإطار أيضا لديه رؤى تتعلق بمكافحة الفساد وبناء الدولة الجديدة للدولة العراقية وتجاوز المرحلة السابقة. لذلك الاتحاد والإطار والتيار والمستقلين والقوى السياسية السنية، وأيضا نتمنى أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني معنا في هذا باعتبار هو شريك أساسي، وأمامنا وأمام الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديات كبيرة في إقليم كردستان، لكن هم اختاروا هذه الطريقة في التعامل مع الاتحاد ومع القوى السياسية الأخرى. طب هناك شخصيات، يعني 25 شخص مرشح، بعضهم ربما يكون قريب أيضا من الاتحاد الوطني الكردستاني، وأنتم كاتحاد أعلنتم أن السيد برهم صالح هو مرشحكم الوحيد، ولكن هناك شخصيات أخرى قد تكون قريبة للاتحاد أيضا وفي السليمانية، ماذا كيف سيكون موقفكم اتجاههم؟ يعني حتى نقطع الشك باليقين، نحن لدينا مجلس قيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، هذا المجلس لديه التخويل التام والصلاحية التامة في التسمية. لربما تأخرنا في تسمية السيد برهم صالح لاعتبارات بما يتعلق بالبيت الكردي والوصول إلى تفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن بالتالي بعد اجتماع بين السيد بابل طالباني والرئيس مسعود البرزاني حسمنا هذا الموضوع وذهبنا إلى تسمية السيد برهم صالح رئيس مرشحا لرئاسة الجمهورية لأسباب ذكرناها أكثر من مرة ويعلمها المواطن البسيط حتى الدول الإقليمية والمجتمع الدولي. أما ما يتعلق بالقريبين من الاتحاد، صراحة أقولها هذه ليست مجاملة وهذه ليست فوقية، نقولها بأن عدا السيد برهم صالح والسيد هشيار زيباري نعتقد بأن المرشحين الأخر جميعهم قريبين من الاتحاد، من رؤية الاتحاد، من مسار الاتحاد. نعم نعتبر حتى المنافسين هم قريبين من رؤية، إذا كانوا يتفقون مع مشروع الإصلاح مع رؤية الاتحاد الدولي هم قريبين من الاتحاد، وجميع المختلفين السياسيين نعتقدهم أيضا قريبين من الاتحاد، لأننا نؤمن بالشراكة السياسية، نؤمن بالتعاون، نؤمن بالتفاهم، لا نريد نكسر الإرادة ونفرض الآراء في الوقت الذي العراق يحتاج إلى خدمة المواطن وإخراجه من هذا المأزق الاقتصادي السياسي الصحي، عودته إلى المجتمع الدولي بحيوية، لا عودة دون حيوية، نريد أن يعود العراق حيويا وفاعلا في القرارات الدولية والإقليمية. لذلك هذا لا يأتي إلا بشخص رفيع المستوى، شخص لديه مؤهلات كبيرة. لذلك من حرصنا على هذا سمينا السيد برهم صالح. أما هناك نعم شخصيات كبيرة، لكن نعتقد بأن السيد برهم صالح هو الأمثل. نعم. طيب سيد محمود، يعني إيقاف إجراءات انتخاب زيباري لرئاسة الجمهورية عشية جلسة انعقاد مجلس النواب لانتخاب الرئيس، يعني هذا الإجراء برأيك لماذا لم يتخذ سابقا، أو بمعنى آخر لماذا يقبل الترشح أساسا في ظل وجود الملاحظات الحالية؟ صراحة يعني حتى هي من مسؤولية رئاسة مجلس النواب، لربما كانت تذهب إلى ذلك وفق المادة وفق قانون رقم 8 لسنة 2012 بما يتعلق بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كان عليها أن تنظر وتتأنى وتكون ربما نوعا ما حيادية في هذا الملف، لكنها أيضا اصطدمت بقرار المحكمة الاتحادية. يبقى كما أسلفت، يعني لربما هناك بعض الأخطاء تكون هناك في 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 بعض المؤسسات الدستورية، ولكن كما أسلفت في البداية بأن المحكمة الدستورية هي ضمانة قضائية للدولة العراقية، وهو المشرع العراقي عندما ذهب إلى وضع هذا في الدستور العراقي وحدد مهام المحكمة الاتحادية ربما أراد أن يحافظ على المسار القضائي والقانوني للدولة العراقية، وهذا أيضا أمر طبيعي وجاد. لكن المسار السياسي اصطدم مع المسار القضائي باعتبار كان هناك نوع من السياسة وسوء استفادة من بعض القرارات وبعض المناصب. نعتقد بأن هناك بعض الوقت ما زال كافيا للعودة إلى العقلانية والركون إلى الحكمة بما يتعلق بكيفية إخراج العراق من هذا المأزق. المواطن ينتظر الكثير، ولدينا مسؤوليات كبيرة، ولدينا مرحلة جديدة وأهداف انتخابات مبكرة، والمواطن الآن لا يريد أن تكون الحزبية، ولربما استخدمت بعض المصطلحات وتم تعبير عنها بصورة سيئة، ولكن تبقى الوطنية هي فوق الكل، ويبقى العراق فوق جميع المسميات. لذلك أنا أدعو عبر التغيير السماحة السيد الصدر
وقادة قوى الإطار أن يذهبون إلى بعجالة إلى ترتيب الأوراق الداخلية بالتعاون مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني. وأيضا أدعو السيد مسعود البرزاني أيضا أن يكون باعتباره هو من الجيل الأول في إقليم كردستان وشخصية تعتبر متوازنة ومتوازية مع شخصية الراحل جلال الطلباني والسيد نشران مصطفى. لذلك هذه الرجالات يجب أن تكون مجتمعة مع السيد بافل طلباني السيد برهم صالح لإخراج العراق من هذا المأزق، لا أن نكون متحزبين ومصرين على بعض نعم. الأمور التي هي غير طبيعية وغير مهمة. لذلك السيد برهم صالح أنا أعتقد لحد هذه اللحظة إضافة إلى أنه نقطة توازن الدولة يكون نقطة توازن السياسي أيضا باعتبار قريب من جميع القوى نعم. لذلك الإجماع على السيد برهم صالح أعتقد هو نقطة البداية لإخراج العراق من هذا المأزق. أنا أشكرك جزيل الشكر سيد محمود أخوشنان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا.